ومعروف أن المسلم يحافظ على دم أخيه ويحافظ على عرضه ويحافظ على ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد شديد جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ياه، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وزادكم الله من فضله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الشباب. وهذه الحلقة إن شاء الله هي آخر حلقة من حلقات حقوق الإخوة الإيمانية بإذن الله تبارك وتعالى. وقد قسمنا حقوق الإخوة الإيمانية على ثلاثة أقسام: أولا الأوامر، وتكلمنا فيها عن الحلقة الأولى، ثانيا النواهي، وتكلمنا فيها عن حلقتين، ثالثا المحفزات، وقسمناها إلى محفزات ترغيبية ومحفزات ترهيبية. وفي الحلقة الماضية تكلمنا عن المحفزات الترغيبية، وفي هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن المحفزات الترهيبية. هل يوجد محفزات ترغيبية ومحفزات ترهيبية؟ نعم، المحفزات إما أن تكون ترغيبا في فعل شيء أو تحفيزا للكف عن شيء معين، فإما أن تكون ترغيب وإما أن تكون ترهيب. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نتكلم عن المحفزات الترهيبية في حقوق الأخوة الإيمانية بإذن الله تبارك وتعالى. في شرعنا الحكيم جاءت الأدلة والنصوص الشرعية على تقوية علاقة الأخوة الإيمانية بين المسلمين، وأيضا جاءت كذلك بأمور يجب على الإنسان أن يحذرها ولا يفعلها مع إخوانه المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. سباب المسلم فسوق، أي إذا سب مسلم أخاه المسلم أو سب أحد المسلمين فإن هذا من الفسوق. والفسوق في اللغة معناه الخروج، وفي الشرع معناه الخروج عن الطاعة. ويوجد فسوق أصغر وفسوق أكبر، والفسوق الأكبر هو الخروج عن الدين، وأما الفسوق الأصغر فهو الخروج عن الطاعة. وهذا مما يكون من الفسوق أو من الخروج عن الطاعة، وهذا شيء محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. فلا يسب أحد من المسلمين أحدا من المسلمين، لأن هذا يدل على أنه معصية ولا يجوز ذلك أبدا. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يسب المسلم. والسباب أيها الأحبة يدخل فيه الشتم، ويدخل فيه الخوض في عرض المسلم بشيء يكرهه ويعيبه، فكل هذا يدخل في السباب، فلا يجوز هذا مطلقا لأنه من الخروج عن الطاعة وهذه معصية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر، أي قتال المسلم لأخيه المسلم من الكفر. أما القتال فمعروف أنه المشاركة والمشاكلة والملاحاة والاعتداء بالأيدي والاعتداء عموما والتطاول عليه وغير ذلك مما يحدث من القتال والمعركة، أو فلان يتعارك مع فلان أو غير ذلك مما يحدث من الاعتداء، فهذا هو القتال. وقتاله كفر، والكفر هنا ليس المقصود به خروج من الملة، بل أيضا كفر أصغر دون الكفر الأكبر. والكفر كفران: كفر أكبر وكفر أصغر. أما الأكبر فهو الخارج عن الملة، وأما الأصغر فهذا من الكفران لكن لا يخرج صاحبه من الدين، بل هذا يدل على أنه من الكبائر، أي كبائر الذنوب والمعاصي، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفر. والقتال بخلاف القتل، كما ذكرنا أن القتال معناه الاعتداء والمشاكلة والملاحاة والاعتداء بالأيدي والضرب وغير ذلك من الأمور. أما القتل فهذا أعظم وأشد، فإن الله عز وجل قال في كتابه الحكيم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فلا يجوز لمسلم أن يقتل أخاه المسلم، بل هذا من الكبائر. لذلك جاءت عقوبة قتل المؤمن
على خمسة أشياء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أمور في عقوبة وفي حكم واحد، لم تأتي عقوبة ولا حكم يشمل خمسة أشياء غير قتل المؤمن. وهذا يدل على عظم الجريمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك لم يخرج القتل من الدين، كما قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى الله عز وجل أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه شيء، فأيضا لا يخرج القتل من الدين، ولكن أيضا له عقوبة عظيمة جدا. لذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ذكر صفة من صفاتهم فيها تعجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومعروف أن المسلم يحافظ على دم أخيه ويحافظ على عرضه ويحافظ على ماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا يجوز لمسلم أن يخوض في عرض أخيه، ولا أن يأخذ ماله، ولا أن يقاتله أو يقتله. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومع ذلك هؤلاء الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فأهل الإسلام الذي من المفترض أن يكون لهم إخوانا وأعوانا يقتلونهم، وأهل الأوثان الذي من المفترض أن يكون لهم أعداء لأنهم على غير دين الإسلام يدعونهم ويقتلون في أهل الإسلام. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد شديد جدا، لأنهم انتكسوا على أعقابهم فخالفوا السنة وخالفوا الفطرة، يقتلون من ينتسب إلى دينهم ويدعون الذين يكفرون بدينهم. سبحان الله العظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. فهذا تغليظ في النهي على أن يكفر الرجل أخاه بسبب غضب أو بسبب فعل بسيط أو غير ذلك، اللهم إلا إذا أتى بشروط وانتفت الموانع في تكفيره تحقيقا وحقيقيا. أما بخلاف ذلك فلا يقول المسلم لأخيه بأنه كافر ولا يصفه بذلك، فقد باء بها أحدهما، إما أنه يستحق فعلا أن يقال عليه كافر، وإما أنها تعود على القائل والعياذ بالله. لذلك جاء الوعيد بأن يشير المسلم لأخيه بحديدة. ما هو الوعيد؟ لعن الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ياه، نعم، فكل من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة ولو كان مازحا، حتى إن كان أخاه لأبيه وأمه فإن الملائكة تلعنه لأنه أشار فقط لأخيه بحديدة. متخيل؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم ولو كان لاعبا ولو كان مازحا. فكل هذا يدخل في الترويع وفي التخويف. لذلك لا يجوز أبدا وعلى الإطلاق أن يخوف المسلم أخاه المسلم، ولا أن يروع المسلم أخاه المسلم، بل يحافظ على العلاقة الأخوية الإيمانية التي بينهم في هذا الأمر، ولا بد من ذلك. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. فمن وقع في شيء من هذه الأمور فعليه أن يتحلل من أخيه وأن يطلب منه المسامحة أو أن يعطيه مظلمته في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة ولا يوجد هناك لا درهم ولا دينار.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه بيوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فمن كان عند أخيه مظلمة أو سبه أو شتمه أو فعل أي شيء معه فليتحلل منه الآن وليرضيه وليجعله يسامحه قبل أن لا يكون هناك درهم ولا دينار، حتى وإن دفع في ذلك مال من أجل أن يعفو أخوه عنه ولا يأخذ من حسناته يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أي أنه يؤخذ من حسناته يوم القيامة ثم تعطى لصاحب المظلمة، يعوض عن مظلمته بحسنات. فإن لم يكن الظالم له حسنات يؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه والعياذ بالله. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أنه قال فيه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سبحان الله، هذا الحديث عظيم ومشهور، الكثير منا يعلمه. شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وغير ذلك من المظالم، فلم يتحلل منه في الدنيا كما ذكرنا في الحديث السابق، ولم يسامحوه، وجاء يوم القيامة وجاء القصاص، يؤخذ من حسناته فيعطون بقدر مظلمتهم، حتى إذا انتهت حسناته وبقي عليه مظالم يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه فيثقل ميزان سيئاته ثم يطرح في النار والعياذ بالله. وهذا الحديث أحببت أن أختم به هذه الحلقة وكل حلقات حقوق الأخوة الإيمانية. نعم، إذا ظلمت أحدا من إخوانك المسلمين فعليك أن تسارع بأن يسامحوك أو يعفو عنك أو تؤدي وترجع إليهم مظلمتهم حتى لا يأتي يوم القيامة وتعطي حسناتك لغيرك. فسارع بهذا وحافظ على العلاقة القوية وعلى الأخوة الإيمانية التي جاءت النصوص والأدلة على تقويتها. بخلاف ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وليس العكس، بأن تظلمه أو تسبه أو تشتمه أو تضربه أو تحل عرضه أو غير ذلك من الأمور التي تقطع وتقسم العلاقة الحقيقية والأخوة الإيمانية بينك وبين إخوانك. وفي نهاية الأمر أعلم أني لم أعطي هذا الموضوع حقه، مع أني تكلمت فيه في 5 حلقات هذه الخامسة، إلا أني بعد النظر والرجوع وإعداد هذه الحلقات في الأدلة الشرعية رأيت أن الموضوع كبير فعلا، ولم أعطي هذا الموضوع حقه بالقدر الكافي، لكن أرجو أن يكون ما قلته يشمل أو يعطي نبذة أو فكرة على أن الله عز وجل دلنا على تقوية العلاقة الأخوية الإيمانية بين المسلمين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تقوية العلاقة وأن ننفع بعضنا بعضا ولا أن يعتدي بعضنا على بعض، لا بالكلام وبالشتم والسب ولا بالفعل من ضرب وسفك دماء وغير ذلك، فهذا محرم على المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع بيننا وأن يصرف عنا الخلاف، فإنه شر
والحمد لله رب العالمين. لا تنسى أن تشترك في القناة إن لم تكن من شركائنا في القناة، وتفعل جرس الإشعارات حتى يأتيك كل جديد إن شاء الله سيأتي في الفترة القادمة. ولا تنسى أن تنظر في الحلقات السابقة ففيها إن شاء الله خير ونفع، وإن رأيت ذلك وعلمت ذلك فأنشره، ولا تنسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم والدال على الخير كفاعله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولم يسامحوه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.